شيء غريب. أنا وأنت وشكري بس بنعرف مكان اللقاء، مين بيعرفه غيرنا؟ والله كلامك مزبوط يا عمار، ما عم بفهم أنا. مزبوط، أنا وأنت وشكري. رفيقه لشكري بيعرف ما؟ ترى احتمال يكون هو. لا لا ما بظن إنه هو. بين عليه شب قبضاي وما بيطلع منه هيك حركات وسخة. بعدين الوسخ دغري بطلقته من عيونه. لا مو هو. يحرق أختها القصة، شو صار؟ والله شي بيحط العقل بالكف يا جماعة. شوف يا عمار، لك طلع، شوف طاقتي الحلوة كيف بخوشوها. لا تاكل هم، بنشتري لك وحدة غيرها. حسن، أنت لما طلعت انتبهت مين كان ماشي وراك؟ لك ليكونوا مراقبينا. شو عم تحكي أنت؟ كنت شفتهم. بعدين أنت ما رح يراقبوك، على أساس أنت ميت. وشكري يمكن شافوه مرة بالعنبر بس ما بيعرفوا طريقه. وأنا منين بدهم يعرفوني؟ لا تشغل بالك، ما راقبونا. اللي صار خطير، نحن لازم ننتبه منيح. ماشي حبيب، بس شفت دخيله ربي نفذنا من القصة وطلعنا بريشنا، وفوق هيك كسرنا روسهم لهالكلاب. لولا ستر الله كان عدنان عم يحفرنا قبرنا. لا لا تخاف، ما حدا بيموت وناقص عمر. بس أنا قلبي كان قايل لي إنه الله ما رح يخلينا نموت على إيدينا دول الكلاب. والله إحساسك ما خاب، ما عم بقدر أنسى كيف هجموا علينا مثل الضباع. هن كانوا خمسة ونحن ثلاثة. هيك قصص، المهم قوة القلب مو الكترة. شفت لي الأصلع كيف خرياط؟ تعرف إذا كان الموت عم يستنى نحن جاهزين، ما لنا خايفين أبدا، يعني نو بروبليما. ولك أنا صفي حسابي معهم وبعدين موت، ما عندي مشكلة. تمام يا زعيمة، بلا ما نموت هلأينا منأجلها شوي. أصلا هذا حسابي أنا، بس أنت قلت لي إنه حسابك وحسابي واحد. طبعا نفس الحساب، حساب مشترك. شلون لك؟ على راسي، بس أنا لازمني واحد بده يعيش مو واحد بده يموت. ولحتى نصفي حسابنا تماما معهم بدك تنتبه لي لحالك منيح. طيب يا حبيب، لا تشغل بالك، بس في شغلة. ها هات لشوف. بدك تضيف لي هاي على الحساب، بدنا طاقية جديدة مشان سلامة راسي وعبقريتي. مين هالزلمة؟ ولك شو فكر حاله؟ فكر حاله رجال هالواطي؟ ولك ليش ما فرجانا وشه ما دام عامل حاله بطل؟ مين ابن هالكلب؟ ولك مين هو؟ معلم، ما لقيت بالسيارة لا رخصة ولا أوراق. لقيت هي. شو هي؟ صورة بنت. ايه هلأ عرفتها، هي اللي عايش معها أيمن بيك هلأ، وخطيبة اللحام الميت القديمة نيرمين. ايه أكيد هدول رفقات اللحام بدهم ياخدوا تارهم منها. بس ليش هالصورة معهم؟ يا معلم، بيجوز هدول الرجال مو رفقات عمار، بس يمكن السيارة إله. رح نشوف. يا أصفر، أخذت لوحة السيارة ولا؟ أخذتها معلم. ولا حيوان، فكيت اللوحة؟ لا أعرج الواطي إلا ما يتصل، خايف على شوية مصاري كل واحد. اللهم أسألك نفسي. يا طويل ولا أرد بالمكرو، في شي مسدس؟ ايه في يا معلم. يا الله روحوا على المكرو، أنا هلأ جاي. شو هذا اللي عم يصير؟ شو بدي أقول له لصفة بيك يا ترى؟ يا معلم روحنا الدفتر والمصاري سوا؟ لا تأخذنا، والزلمة بده مصرياته وهن بإيدين أيمن بيك. هيك قل له؟ اف يا اف.
ما بقى بدي منهم شيء ابدا. تعبت، مليت من غلاظة امه وجفاصة ابوه. المهم ارتاح وما فارقه معي بقى. خليه يروح لعند عارضات الازياء، خليهم ينفعوه. ليش اختي، في حدا بيلومك؟ الحق معك، والله الحق معك. بعرف انه اللي عمله عن جد بخجل، بس حسب ما شفت هو ندمان. ملك، يا ريت الندم بحل كل شيء. ما حدا قدي ندمان على اللي عمله، بس شو تغير؟ لا تكوني قاسيه كل هالقد. شوفي، اجا لعندك وحس بغلطه كمان وقال لك تعي لنتزوج. كأنه أول مرة بيعرض علي الزواج. قبل شهور اجا لهون وعرض علي الزواج وما طلع منه شيء. شو هذا اللي عم تحكوه يا بنات؟ قال اللي عمله الرجال بخجل وما بعرف شو. قال شو؟ الندم ما بيحل شيء. يا خانم، العالم كله بيعرف انكن عايشين مع بعضكم بدون زواج، مو شي بخجل؟ غريب. ليك الرجال اجا وطلب يتجوزك، بقى ليش عم ترفضي يا خانم؟ قال والله شو؟ مسكوه مع مرة تانية. بنتي، كل رجال هيك، الخيانة بدمهم، بس في منهم ملاعين بيخونوكي وما بيتركوا أثر. بس هذا طلع فاشل، مستاهل هالشي تولدي ابنك هيك؟ كلامك كله صح يا أمي، بس أنت بتعرفي عيلته بدها الولد شي؟ عم بيعارضوا زواجنا لأني حامل. قال شو؟ بدي أولد هذا الولد مشان حط إيدي على الورتة، هيك مفكرين. بعرف يا بنتي، والله بعرف، بس لازم تنحل هالشغلة هيك بفهم. والله رح جن. ممكن تجيبي هالولد وتربيه لحالك؟ اي ليش لا، اذا اضطريت رح اعمله. يا بنتي، اذا تجوزتي وتربى الولد بيناتكن احسن. امي، انا ماني مصدقه انه ايمن بيحسن يوقف بوش عيلته ويتزوجني. لو فيه كان عمله من زمان. نفس الحكي عطول، حكي حكي حكي، ما شفت منه غير الحكي يا أمي. شوفي أسيل، عم احكي معك عن شيء مختلف تماما وأرقى بكتير. يعني مو مثل الحفلات اللي كنا نعملها من زمان بالبيت وللشركة، مستوى أكبر. ايه تقريبا عرس. حذري لشو رح يكون مفاجأة لكل الناس اللي بنعرفه. طيب اسألي لشوف، بدي اياكي تستأجري لي أفخم مكان وبأسرع وقت. طيب أوكي، وخلص بنحكي بالتفاصيل. أنت بكرة من الصبح بتحكي معي مشان التاريخ. أوكي حبيبتي أوكي. أسيل، شو بدي قلك، هلأ مؤقتا خلي قصة العرس سر صغير بيناتنا، تمام؟ يعني بلا ما يسمعوا أهلي. أوكي يلا، مع السلامة، باي. من مين سمعوا وكيف عرفوا آخرتها إلا ما نعرف، بس لازم ندير بالنا من هون. وهيك طبعا لازم ندير بالنا. شفت لي هالريحة ما أطيبها؟ دخيل الله بتخرق بالصدر خرق. شو رأيكم؟ روح شي؟ انت بتحبها ما؟ معقولة ما حبها لك؟ بتعرف انه مشانا كنت حامل راية التراديشنال تبعنا. شكري، انت منيح؟ انا منيح. لما شفت السلاح براسك طار عقلي من راسي. ربك هو الحامي عمي. وين شردت؟ عادته، هذا بيشرد بكون عم يتذكر كيف كان رح من الرعبة. أنا تذكرت شغلة عمار، قلت لهذا الواطي إنه غليت أسعار الدفاتر، هلا نحن بدنا نطلب منهم ثلاثة كمان. شو عم تفكر؟ نزيدهم؟ أبو عمير، يعني فيها مخاطرة شوي، هيك شكري قصده يقول. أنا برأيي إنه بالنسبة إن المهم المصاري، نجاب أيمن ولا الأصلاع، يعني دخيلك. غلطت أنا؟
ارتحت هلا؟ أخذ جوابها؟ ليش مين اللي ناطر الجواب؟ أنا ولا أنت؟ أنا يلي سألت، بس أنت دفشتني. لك أنت حرطني. شو فزلك؟ قطرب أنت وفزلكاتك. وأنا كمان انفشوا وشوف ما أجحشوا. يعني شوف فرقت إذا كان الأصلع ولا أيمن؟ أضرب بقلبي على هالسؤال ليش عم أسأله؟ ما بعرف جوابه. بعدين مين سبب المشكلة؟ ما أيمن؟ مين أخذ له حبيبته؟ أيمن؟ هدول الكلاب مفكرين حالهم مافيا؟ مفكرين المشكلة مصاري؟ ما نحن بدنا نربي أيمن؟ طيب ماشي الحال، هاي منعرفها، بدنا نربي أيمن، بس هذا الرجال هو ابن زعيم العصابة، يعني ما في خطورة إذا طلبنا المصاري منه. أيمن ابنه الوحيد، حتى لو بعته بيبعتوا مع رجال ومسلحين كمان. يبلط الزرقة لك هذا حب، ما بيهمه رشاش، عمار مجنون مثل روميو أو قيس. روميو ضحى بحياته مشان جولييت، وقيس خرب الدنيا مشان ليلى، مع أنه ضل حب عذري. وهذا عمار مستعد يساوي اللي ما تساوي. العاشق بخاف شي من الدبابة أو الرشاش لك شكري؟ لا والله، ما بهمه حتى لو بعتوا له الجيش الأمريكي بطيارات F-16. شو لقيتوا سيرة تحكوا فيها؟ معقول ما نلاقي السيرة اللي بتعرفها؟ عم نحكي عن ابنه لشيخ العشيرة. ايه، إذا عم تحكوا عن زعيم العصابة لا تنسوا بكر. ليه؟ لأنه هو الكلب، وإما لقيت زعيم عصابة دور بتلاقي معه كلبه. شو هالتحليلات؟ بعت لك سيف، بعت لك خنجاري، جمعة بتكون ضيفي لشنشيلك، أصري علي والهوى صيفي. وأنا وش أقول يا حلال الله، أنا وش شو عم تعمل يا بكر؟ قوم قوم احكي لي شو صار. عم بعمل اللازم، ما نجحت بالمهمة صفا بيك، والشخص يلي اسمه كوسوفي اخذ الدفتر والمصاري، ما نجحت. شو؟ ما عم صدق، كيف بياخذ المصاري والدفتر من بين ايديكن؟ ارفع لي راسك اللي بده قطع واشرح لي شو صار. ما في شيء اشرحه يا سيدي، شو ما قلت معك حق، راسي الك ودمي حلال عليك، قوس. طيب يا بكر، طيب اللي عم تحكي ضايقني كتير، بس لازم نلاقي حل بسرعة. معناته استخفينا كتير بهالكلب الكوسوفي. ارفع رأسك، لا تستسلم هيك فورا. انت شفت كتير وكنت تنفذ، ما رح تعجز. ارفع رأسك، خود، لا تستخف بحالك. قديش رجال مافيات وزعمة ركعوا قدامك، وكتير منهم بيرجفوا من اسمك. معلم هاي هي المشكلة. شو قصدك؟ بهالعالم كل واحد بيخاف من شي، ناس بتخاف تروح مصرية وناس بتخاف تروح قوتها، واللي ما بيخافوا من كل هدول بيخافوا من الموت. بعالمنا بناكل خبز من هالخوف. صفا بيك، من بداية هالشغلة وأنا عم بسأل حالي سؤال، معقولة يكون كوسوفي ما بيخاف من الموت؟ هلأ لقيت الجواب، هذا الزلمة ما بيخاف من الموت، وعنده حساب يصفيه. ولك مع مين؟ حساب مع مين يا بكر؟ ها؟ طلع، لقيت الصورة بسيارة رفيق اللحام بعد ما هرب، وأكيد حسابه لا معك ولا معي. للأسف حسابه مع أيمن بيك. مع أيمن؟ شو يلي خلاك تقول هالحكي؟ رح وضح لك، رح وضح. كوسوفي طلب منشان الدفتر 3 ملايين، هيك قال، والأهم من هيك. لسه في أهم من هيك كمان؟ مع الأسف، حط علي شرط
بده أيمن بيك ياخذ له المصاري. شو؟ شو عم تقول؟ طار عقله هذا الزلمة؟ بده ياني ابعت ابني الوحيد بإيدي لوكر قطاعين الطرق بلا جنان؟ هيك قال لي يا معلم. آخ يا أهبل يا ابني يا أيمن، كأنه ما ضل بنت باسطنبول غير الست نيرمين، ما لقالي غير بنت مخطوبة، وبعدين دفننا خطيبة. خلصت الشغلة شي؟ شو نعمل هلأ؟ ندفن الحارة كلها مشان نخلص؟ صفا بيك تذكرت شغلة بتخلصنا من هالمشكلة كلها. شو هي؟ أنا بعرف بيت أخلص صديق للكسوفي، وهالصديق اسمه حسن. كنت ناوي أعمل له زيارة خاصة قبل ما أجي لعند حضرتك، بس قلت لازم نأمن حماية أيمن بيك بالأول. شو رأيكم؟ تفكيرك صح، بس استنى هالليلة لا تكبس البيت وخلينا نفكر أول شي، بلا ما نجيب على راسنا بلا مشان لحام ما بيسوى قرشين وميت كمان. خلينا نفكر بخطة محكمة، مفهوم؟ أنا الليلة رح أحكي مع شوكة تشوف رأيه، وإنت بهالفترة حط أيمن تحت الحماية المشددة، بس دير بالك ما لازم ينتبه، مفهوم؟ أمرك معلم. طول بالك، أنا بلاقي حل. ولك مستعد صب بنزين على هديك الحارة وبحرقها ولا ببعت أيمن؟ ما في داعي لهالشي معلم، أنا ناوي أحرق حسن أبو المبادئ وخليه يلحقوا على جهنم الحمراء. لا تشغلوا بالكم. منك يا أيمن المسطول، شو لقيت فيها؟ أيمن قلي خير حبيبي، من وين جاي بهالساعة المتأخرة؟ يعني قلتك من وين جاي؟ ما بعرف، بس فيني أحذر، مثلا من عند عارضة الأزياء. شو كان اسمها؟ سهام؟ ممكن يكون من عندها. أي أمي مزبوط، أنا جاي من عند سهام. آه لو تعرفي يا أمي قديش بحبها لسهام، أنا مجنون بحبها لسهام، عم فكر أتجوزها. بس يعني في مشكلة صغيرة، إنه هي عينة على ثروتنا مو علي أنا، فليلي يعني إذا عندك حل أمي لهي المشكلة. تعرف إنك واحد قليل حياة؟ كأنك شخص ناجح وأسست حياة ناجحة وهلأ عم تتمسخر. يا أهبل العمى، أنت فاشل وما بتهتم. حياتك فاشلة وما منك أمل. دودة الكتب على رأس عملك الذي باع الفراري. إذا بدك تقري شيء مهم وتستفادي لازم تقري حياة أخوك يا بنت، ولك أنا أفضل رواية وأنا البطل الرئيسي فيها. إيه والله، وصارت حياتي رواية حكى فيها. شو هالحكي؟ حياتك رواية؟ إيه هات لشوف وحكي لنا أولها. إيه ها؟ إذا عجبتني بقراها طبعاً، ليش لا؟ هيك بتبدأ: أيمن كروانجي أغلو وريث إمبراطورية كروانجي أوغلو وأشهر زير نساء في عالم الجمال والسهر دون جوان العصر. في أحد الأيام تراهن مع أخته الذكية فرح حول فتاة جميلة فقيرة، وطبعا فقد فاز بالرهان. قصة الغني والبنت الفقيرة. تمام، حتى لو كان فيها شيء غريب بتضل معروفة. احكي لنا لنشوف، يمكن التفاصيل تخليها مشوقة. طيب وين شاف أولاد العيلة الغنية البنت الفقيرة اللي تراهنوا مشانها؟ رح قلك: في يوم من الأيام اجت بنت على دار كروانجي أوغلو التي تشبه القصر، وحدة بتشتغل فتاة تجميل، بنت فقيرة. ماشي كمل. قالت له أخته الحلوة: العلاقات اللي عم تعملها مع بنات الطبقة الراقية سطحية ومصطنعة ومنحلة، شو رأيك تدور على علاقة مستقرة وتتزوج وتجيب لنا هيك أولاد حلوين؟ وقالت له: شوف شو قالت له. شو؟ البنات بيركضوا على مصاريك وبدون ما تستخدم اسم عيلتك ما فيك تطبق حتى هالمانيكورة. برافو، تمام. هذا تماما اللي قالت له يا بالضبط. شكلك حذرت اللي صار كلمة كلمة. وبالآخر أخت الشاب الحلوة هي اللي كسبت الرهان.
لأنه قال بيطبقها بخمس دقايق. قام صاحبنا الدون جوان طبس بالبنت المينيكورة لقرقيط أدانه. يعني مو بالضبط. بطل الرواية ما يئس لأنه ما بيعرف الفشل. طيب طيب استنى لا تكمل. هلأ تذكرت هي الرواية. كروانجي أغلو بيتعذب مع البنت وبالآخر بياخدها، بس نهاية الرواية حزينة. ايه حزينة. كروانجي أغلو بيغلط غلطة كبيرة كتير، لأنه بيروح وبيطلع مع بنت تاني، والبنت الفقيرة بتسمع بهالشي بتحمل حالها وبتتركه. لا مو مزبوط. هون ما عرفتي شو اللي صار. الرواية ما بتنتهى هيك أبدا. بالعكس تماما، أيمن كروانجي أغلو بيتخذ قرار إنه يروح مع البنت الفقيرة على بيت الزوجية وبيعرس رائع وبيعمله بأحلى مكان بالبلد. شو؟ لا حاجتك بقى، عم تحكي جد أيمن؟ ولك طبعا جد يا بنت. شو مفكرة؟ قبل شوي حكيت مع أسيل ورح تحجز لي بكرة المكان، وبكرة الصبح منبلش بالتحضيرات. يا ويلي رح استنى لشوف وش بابا وماما لما بيسمعوا رح تقوم القيامة. مين اللي قال لي؟ هذا الشي رح يضل سر بيناتنا، رح يضل سر ليوم العرس. ولما يعرفوا أهلك تاتا الفاس وقعت بالراس. مو معقولة أيمن، أنت أكل شي ضربة على راسك؟ لا ليش؟ لأنك صاير عم تفكر بطريقة صحيحة. خليه هيك، إن شاء الله ما بيجي حدا وبيلعب بعقلك. إيه كيف لقيتي لنا هالرواية؟ حب، طمع كمان، وأسرار، مؤامرات، في عنا كل شيء، شو ما بدك. وعنوانا الدون جوان المتخلي عن ثروته من شان حبيبته. هاي الكتب اللي بتنقرا، مو الكتاب اللي ماسكتيه من الصباح الذي باع الفراري. شو المسخرة يا؟ تصبح على خير يا حسن. أهلين شكري، وانت من أهله؟ شكري انت اجيت؟ وين كنت لهلا؟ وشو اللي أخرك؟ ملك شو صار لك؟ بالأول قولي الحمد لله على السلامة. يا حياتي أنا قلقانة عليك. الحمد لله على السلامة. بالفترة الأخيرة صرت عم أقلق عليك كتير شكري. في شي؟ لا شكري. شو؟ يعني بلا مطمطة وبقي البحصة. شو في؟ نير مين؟ ايه نير مين هون شكري. شو؟ شو عم تقولي؟ شو بدها؟ حبيبي اهدى، طول بالك، هدي شوي واسمعني. هلأ هي نايمة فوق. شو بدي اسمع يا؟ شو قلت هالذوق؟ بأي وش جاية لهون؟ ها؟ ما مر علي هيك، ما بقى عندها خجل ولا ناموس. يمكن عرق الحياة طق عندها، والشرف راح الله يرحمه. لك رح تسمعك، اهدى شوي وطي صوتك. خليها تسمع يا، مو فارقة معي. خلي عندك شوية رحمة، البنت وضع سيء وهلأ هي حامل وبلاوي الدنيا فوق راسها. يا الله هالبنت شو حظها معتر. خلص يا بلا علاك مصدي. قال حظ؟ حظ شو؟ هي اللي اختارت هذا الطريق. انا قلت لها روحي اتركي الرجال اللي بتحبيه والحقي هداك السرسري. وفوقها اجيت حامل. هذا ذنبي؟ هي اللي زرعته ليك هلا عم تحصد. انا قلت ما انا غلطانة؟ غلطت طبعا وغلطة كتير كبير، بس حملت حالة واجت. لو ما حست حالة غلطانة بتتوقع كانت تجي إلي؟ هلأ إجاها عقل الرحمن؟ ملك انتي ما قريتي الجرايد، هيك لازم يصير طبعا. شلون لكان؟ يمكن هذا السرسري قال لعم البيت كمان. شكري بترجاك مشان الله وطي صوتك، لا تزيد على هاي البنت، والله حالتها بتصعب على الكافر. خلي عندك شوية رحمة حبيبي مشان الله. أنا ما بيهمني سمعت ولا ما سمعت. شوفي ما بدي شوف خلقتها بهالبيت، لا تجيبولي بلوي عراسي. ها ابني اهدى شوي، اهدى، طول بالك. البنت ما رجعت تسكن هون،
رح تضل فترة صغيرة بس، يعني ضيفة. لا تنسى انه هذا بيتها. طول بالك، طلع نام انت هلأ ومنحكي بعدين. تصبح على خير. ومنين بده يجي الخير وهي هون؟ لك حدا يفهمني. تعذبوا لهالطفل اللي ببطني يا ربي، شو ذنبه هو؟ ولك شو عملتي؟ قلت لك ما في حلم بحلمه إلا أنت موجودة فيه، وكان رأيك إنه أحلامنا بتوقف المصاري. رحتي بعتي كل شي يا نرمين، بعتيني أنا، بعتي ولادنا اللي لسه ما ولدوا، ولادنا اللي ما حيولدوا أبداً. ليش؟ مشان شو؟ مشان شوية هالورق؟ عأساس يكون عنا بيت وأولادنا يركضوا يلعبوا فيه. رحت حبلتي بابن هداك الواطي، وأنا لهلأ ما عم لاقي حلم إلا أنت موجودة فيه. هاي المصاري. عمار حبيبي، شوف هالابتسامة ما أحلاها. قديش تعذبنا لعملنا هالخطبة وانت عندت قال ما بتحط كرافات. بعرف انه لولاي ما كنت لبس طقم، الطقم اللي استعرته من رفيقك، بس كانت هالليلة أحلى ليلة شفتها بحياتي. تعرف ضليت أبكي من الفرح للصبح. كانت آخر مرة ببكي فيها من الفرح. عمار أنا بموت بعيونك الحلوين حبيبي. يا الله قديش مشتهي المسك مرة تانية. قلت لي صرت تركدي ورا أحلام ما بتشبهك. والله ما كنت هيك، ما كنت لاحق شي ما بيشبهني. يا ريت فيني أحكي لك هالحكي يا عمار، ما كنت عم بحلم بحدا تاني غيرك. أنا ما رحت يا عمار، أنا ما بعدت عنك ولا ثانية حتى هلأ. ما حدا فات لقلبي غيرك أنت، أنت أول حب لقلي يا عمار، رح تضل أول حب وآخر حب. بس ليش متأكد انك رح تقنع نرمين؟ ها؟ كيف؟ حليت اللغز، عرفت السبب اللي عم يخليها تتردد. شو هو؟ هي مو مصدقة انه انا مصمم على الزواج منها، مشان هيك مترددة. بس انا خلص حددت الموعد والمكان والحجز،
بس روح شوفها رح اقنعها، رح حدد التاريخ انا وياها وعن قريب كتير. وبعد شو يا ايمن؟ بعد ما تتجوز مفكر بابا وماما رح يتركوك؟ الله اعلم شو رح يصير. في مشروع ضاحية الفيلات اللي حكيت لك عنه مبارح. هذا المشروع ايمن انا حكيت لك 10 مرات عن المشروع بس ما سمعتني. يا بنتي الشغل تغير، اذا انا ما بقسى الشغل مستقل عن ابي كيف بدنا نعيش انا ونرمين؟ شو وضع المشروع؟ ممتاز. المهندس المعماري حمدان عمل تصميم حلو كتير للمشروع. طيب شو وضع الارض؟ يعني وين بدنا نبني الفيلا؟ في ارض منيحة كتير. وين؟ بسفح الجبل. كم دنم تقريبا؟ 50 دنم. ممتاز. قديش طالبين؟ طلبت من الشركة العقارية خريطة الأرض ودراسة عنا من يومين، بيكونوا بعتوها، هلأ بنشوفها بالشركة. ولك أنا اللي بيهمني تفهمي لي سعرها. أسعار الأراضي مرتفعة بهالفترة. مصاري مو مشكلة. مو مشكلة؟ شلون؟ نسحب شي قرض. شو بنا فرح، لازم يكون قلبك قوي شوي. بس إذا سحبنا القرض أبوكي ما لازم يعرف أبدا. مدام هيك بدك معناها اتفقنا. شايفتك مليان حماسة. كل هالشي مشان خاطر عيون الست نرمي؟ وأكتر من هيك. يلا فرح خلينا نروح على الشركة. طلع كيف عم يركض هون وهون وهو مبسوط ولا فارق معه شي. قديش الحياة غريبة، كيف بيصير الإنسان واحد تاني بلحظة. مبارح كنا بدنا ناخد منه أسهمه بالشركة، وليكنا اليوم لازم نحمي له حياته. ما تخيلت يجيني هيك ابن، ما بيشبه شيء ابدا. الحق معك يا سيدنا، لازم نحميه، لازم نعمل كل شيء بيطلع بايدنا. بعدين ما فينا نخاطر ونبعت ايمن بيك لعند الكوسوفي لانه يمكن يقتله. مخاطرة؟ المخاطرة موجودة اذا في احتمال نبعته، وبما انه ما في احتمال نبعت ايمن ولو 1%، فهالحديث ما له لزوم. بدنا نلاقي طريقة تانية. هاي الشغلة ما فيها مزح يا شوكت. شوف الزلمة بده أيمن، هاي مو شغلة مافيا أبدا أو جماعة بدنا نأدبهم. ما فينا نحل هالشغلة بأسلوب بكر العنيف، يمكن نخلي المشكلة تصير أكبر. هالشغلة بدها دبلوماسية لحتى نوصل لنتائج، وهيك رح نشتغل يا شوكت. إذا بتحب يا بيك أنا بحكي مع الكوسوفي بصفتي محاميك، بركي بقدر خليه لاقي طريقة تانية. عم تحكي صح يا شوكات، خلينا نجرب معه هالأسلوب. بس يا بيك ما لازم تكبر هالشغلة أكتر من هيك، لأني خايف إنه توصل هالشغلة للرأي العام وساعتها رح تشوه صورتكن قدامه. أصلا لولا خوفي أنا من هالشغلة كنت بصب البنزين فوق حارة الواطي وبحرقها بدون ما يرف لي جفن لتصير فحمة. ماشي الحال؟ خير يا صفا، شو في؟ صار شي خطير؟ لا لا ما في شي. شو شايفة؟ شو بيعرفني؟ لما شفتك طلبت شوكت على البيت بسرعة، فكرت انه في شي مهم؟ قلت لك ما في شي، ها كان مارق من هون، حكينا بالشغل. اسمع شو بدي قلك. تفضل يا بيك. انا رأيي يغوروا بجهنم، خلينا ندفع لهم 3 ملايين تانية ونخلص من هالشغلة. ايمن عندي اهم من المصاري. وانا هذا رأيي كمان، خلينا نلفلف الموضوع لانه هيك احسن. انت احكي مع الكوسوفي، انت تفاهم معه، اهم شيء انه تلتغى روحة ايمن لعنده، حل على السريع. مفهوم؟ ماشي معلم، مفهوم. راح اخذ رقم التليفون اللي اعطاه الكوسوفي لبكر. مشي. لحظه رد على التليفون. ايه يا اسيل، عم اسمعك. اسيل انت عن جد عظيمه، هي احلى خبريه. التاريخ عظيم. شو؟ ماشي أسيل، نحكي بالتفاصيل. ماشي ماشي، باي باي.
شو صار؟ حجز الصالة مشي حاله وشكلي رح ادخل القفص الذهبي بعد شهر من هلا. يا هيك الاخبار يا بلا. اجت امك. الله يحميكم من العين. شايفة الاخ واخته مبسوطين كتير. بس يا ترى شو سبب هالبسط حبيباتي؟ قلولي بلكي انبسط معكم. ما في شي ماما، درينا انه عرس فينا بعد شي شهر تقريبا وقلنا عم نحكي بالتحضيرات. ماشي ماما، يلا ناخذ دوش. وقفي يا حلوة، اتركي من ايدي انا بنظفها. لا ملك خلص. لك هاتي، لا تتعبي حالك. دخيلك شو هالتعب؟ خلص شو ماني من هالبيت. هاتي ردي على موبايلك. ايمن؟ اينا نرمين، ما بيصير ما تردي. لا تهربي، مو هذا الحل. ردي وشوفي شو بده يقلك. الو ايمن؟ ما بعرف، ما فيني هلا اقول شي. صرت سمعاني كتير وعود منك، ما بقى فيني صدقك. اي سامعتك. طيب اعطيني شوية وقت، لازم فكر شوي. الله معك. في شي مهم؟ مثل العادة لازم نلتقى مشان تحضيرات العرس، كأنه هلأ تعرفنا، نفس الحكي من شهور. تحضيرات العرس خبر مهم مو هيك؟ ليش عم تكشري يا بنتي؟ في خبر أحسن من هيك؟ قال حجز قصرة شيراغان مشان العرس. الله جبر بخاطركم، عيدوا. صار اللي بدها يا الخانم بالآخر؟ شكري. شو صار؟ قلت شي غلط؟ مو مشان هالشي عملت اللي عملته؟ خلاص. شوفي ملاك، أنا ما عم جيب هالحكي كله من عندي. ما صار هالشي؟ ما شفنا كلنا نتائج اللي عملته نرمين خانم؟ تبهدلنا قدام البلد كلها يا مزبوط؟ بكفي يا شكري، بكفي بقى. وقال شو بعد كل البهدلة؟ بدها تعمل عرسة بقصرة شيرغان. ليش؟ مشان يخليها تسامحه طبعا، معه مصاري كتير، بيزل الناس ايمتى ما بده وبيحترمهم ايمتى ما بده بالمصاري. عزة النفس والكرامة والشرف هدول مالون قيمة. شكري يا ابني، صار اللي صار، هيك مكتوب. منحل المشكلة وبعدين منتحاسب. المصيبة ما بقي كتير لتولد نرمين. يا حماتي اعملوا اللي بدكم اياه وحد ألف جهنم، المهم تكونوا بعيدة عني. لا يهمك حبيبتي، بتعرفي لما يعصب. عدي شوي رح أعمل لك أحلى كاسة شاي. ارتاحي. عدي أمي معه. اسمع لقلك، خلينا نفرجيهم حالنا بلا ما يخافوا علينا، بعدين إذا بتحب تضل عنا قد ما بدك. من هالناحية رح نفرجيهم حالنا، بس أنا عندي شرط واحد، إذا ما راحت بدي ضل عندكم اليوم. يا الله. بعدين حكيت مع عمي جلال وقال لي ابقى. ايه طبعا، نحطك على الراس والعين، قد ما بدك بتبقى. نقلعت؟ انت قليل أدب. شفتي يا نغم، ما ضل ناقصني غير هالولد الفلتان. يا الله. يلا فوت لجوا، امشي يلا فوت. ولا فايت فايت طوله شبرينه وشوفي شو عم يعمل فينا. لساته ولد يا خالتي، طولي بالك عليه شوي. لا تأخذيني، يلا فوتي الشاي على النار. أهلين نغم، تفضلي اعدي. أهلا وسهلا. مرحبا، كيفك؟ شو أخبارك نرمين؟ إيه شو الأخبار؟ منيحة؟ كيف أمك وأبوكي؟ أنا منيحة كله تمام، أهلي مناح كتير. شو أخبار المعهد نغم؟ ماشي الحال. ما قدرت مر، كان لازم مر مشان أخذ بالخاطر. هلأ الحزن بالقلب، بس روحي وعزيهم، هيك العادة، هذا واجب.
ما في حدا منا كان بده توصل الأمور لهون. إيه بس هيك مكتوب علينا، شو نعمل؟ إذا بدك تيجي أهلا وسهلا فيك يا نرمين، أنت على الرأس والعين. بدك منروح هلأ سوا؟ لا تأخذني، تأخرت عليك. استغفر الله يا رجل، ليش أنا شو شغلتي غير أني استناك؟ استنيتك أنت وميت 4 أشهر، أنت وطيب قديش لازم استنى؟ تسلم يا حسون. وينو حبيبنا؟ اتصلت فيه على الطريق. شو شربك؟ شاي. فتلا شو؟ أحلى هيك بدون طاقية لك حسان. لا لا تقولها، حاسس حالي كأني بالزلط وراسي مثل اليعطيني. استغفر الله كيوم ولدتني أمي. يا باب حسن بلا طاقية مثل الراعي بلا عصاية، تعرف بدي خلي خياطنا جمال يصلح لي اياها. ها شرف العينتين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عيني جيب لنا طعم شاي بمعيتك. تكرم عينك يا معلم. طلبت شاي ماشي شكري. الو شاي شاي. لا اله الا الله، والله اللي بيشوفنا بيفكر انه نحن اللي رح ندفع، ما بيعرف انه صفا هو المهموم. هلا شبك بشو صافي؟ حسان عيوني بدك تزعل بعرف، بس اذا ما حكيت بنفجر. هالمرة مو زلقت لسان، رح احكي وانا بعرف شو عم بحكي. بعدين صار بيعرف كل شيء وما حتفرق اذا عرف. هي شكري سيرة نيرمين بتضبها بتمك. اشو بدك تجننه للسلمة؟ شو هالحكي حسان؟ ليش لحتى جن؟ احكي شكري احكي لا ترد. لما اتصل نرفزت على الاخر. مين؟ وانا طالع من البيت اتصل السافي الايمن. ايه قال شو؟ حدد يوم للعرس. قال حجز قصرة شيرغان مشان العرس. والله شي بجنن طار عقلي. العمى بعد كل هالبهدلة شوفوا قلة الشرف. فتح تليفون وقال انه حجز قصرة شيرغان للعرس. يحجزوا شو ما بدهم، خليهم ينبسطوا شوي. رجعت الخيام ورح نسيهم عيشة القصور. ليش هيك عم تحكي مثل جدي وجدك؟ انت التاني ساعة لتجيب الشاي. يسلموا ايديك، حطوا ايدك. تكرم عينك يا معلم. ايه بزيك هدو بزيك صحة. ايه شو هالشاي هاي؟ دمعة وحياة عينك يابا، ذقلي اياها. ايه وهلا شو العمل؟ شلون شو العمل؟ يعني شو بدنا نعمل؟ ما بدنا نتصل مشان تسليمهم؟ شبنا ما بدنا نحط الخطة بالاول؟ تمام يا سيدي منحط خطة، ذات الاجتماعنا مشان نتشاور بالموضوع. لازم نفكر، الطرف الثاني فات بالحيط، كيف بدهم يبعثوا أيمن على التسليم؟ أكيد بدهم يفكروا شو رح يساووا. مزبوط، والمحامي الناس تبعهم هلأ بيكون عم يدور على شي خطة. وفي شغلة تانية كمان، إذا قالوا هدول بنبعث المصاري مع واحد تاني شو منساوي؟ لا تاكل هم، نحن اللي منحط الشروط، مو هدول الكلاب اللي منطلبه بيجي ورجلهم فوق رقبتهم. شو هالحكي هاد؟ فايت فوتك ومانك سائل عن الطحطح. الدفتر معنا يا حسن، يعني نحن الأقوى، نحن اللي بنأمر، وهن إذا فيون ينفتوا حالهم هاي بتكون مشكلتهم. طيب لوين بدنا نجيبوا لهالواطي أيمن؟ وين بده يصير التبادل؟ بأي مكان؟ ما عم يخطر لي ولا مكان. رح فكر منلاقيه. فكر يا بابا، بس بالأول خد لي شفة شاي من هالكاسة اللي قدامك، بركي راسك هيك مزهزي. ايه كأنك شربان شي نصية. ايه قديش قلتي لي بدون حق الأرض؟ شغلة معقدة شوي. قلت لك الأرض لسبع أو ثمان أشخاص، أغلبهم راضين بالبيع. يعني لازم نحكي مع كل واحد لحاله؟ في ناس ما نون مفكرين يبيعوا، بس بآخر لقاء كان مع الوسيط ذكر لي سعر. قديش قال؟ أرض بهالمساحة بتسوى 7 أو 8 ملايين دولار إذا فكرنا فيها كقطعة واحدة. لا تاكلي هم المصاري، فينا ندبرها. في كمان مشكلة إقناع أصحاب الأرض اللي ما بدهم يبيعوا. ها شوفي فرح، هي بقى أنتي وشطارتك. وليش بقى؟ لأنه هي شغلتك، مو أنتي سيدة أعمال ناجحة؟ هاتي لشوف، فرجينا موهبتك بالإقناع وشطارتك بالشغل. ولا هاد العقل ما بتستعمليه إلا مشان شغل أبوكي وبس؟ ماشي معناتها، بس حط ببالك انه اقناع اصحاب الارض اللي ما بدهم يبيعوا بده مصاري اكتر. لاقناع علي والمصاري عليك، اتفقنا؟ اوكي ماشي اتفقنا. شو رايك نحتفل بهي المناسبه؟
شو رأيك؟ أنا وياكي ونرمين، بعرف لك محل بياخد العقل وأكله كتير طيب. صحيح، مو اليوم كنت بدك تشوفه؟ صوته على التليفون بيقول إنه لساته زعلاني، صدتني شوي، بس لما روح المساء على بيتها وأعرض عليها الزواج وش لوش كل شي رح يتغير، أكيد رح يتغير. إن شاء الله أيمن، بصراحة أنت عملت غلطة كبيرة كتير، إن شاء الله تسامحك نرمين. تعال هون، لازم توعدني إنك ما بقى تعيدها، ماشي؟ طبعا ما بقى عيدها، إيشو شايفتيني حمار ولا دب؟ أنا مبسوط كتير يا فرح، شايف الحياة حلوة كتير، رح أتجوز نرمين، وإذا صارت هاي الشغلة مثل ما بدي يمكن طير، طير من الفرح، طير مثل الصقر، بالهواء طيران حر. هذا المكان مو مشكلة إلا ما نلاقي لنا مكان منيح، بس بالأول لازم نعرف كيف عرفوا بقصة الكراج. لهلا ما قدرنا نعرف كيف عرفوا هداك المحل، إجا دورنا لحتى نضحك عليهم. هذا كلام صحيح، هالمرة ما لازم نوقع بالفخ، بما إنه المبلغ كبير يمكن يعملوا فخ كبير، ومشان ما يوقع أيمن بين إيدينا صفا رح يبعت كلابه كله. المهم هلا اسمعوني منيح، لازم نحاول نتحاشى كلاب صفا وما نتصادم معهم أبدا، واضح الكلام؟ لك شلون عرفوا بشغلة هالكراج؟ شي بيخيل يا على شو هلا ناوي عمار؟ لهلا ما فهمنا شو صار، ما فينا نساوي شي إلا إنه ندير بالنا على حالنا قد ما فينا، والسيارة ضلت بالكراج. أنا فيني أمن جيتها، بتصل بنهاد، هيك بيكون منيح كتير. ولسه ما خبرنا العم عدنان، السيارة انشافت كتير وشكلها انعرف، بلا ما نستعملها لازم ندير بالنا أكتر. انت كيف بدك المكان؟ مكان نكشف فيه الرايح والجاي بسهولة، يعني نشوف فيه الطير الطاير. مثل ساحة فاضية يعني هيك شي، لازم يكون فاضي من الجهتين، يعني محل ما في حدا، يمكن إذا علقت بيناتنا يصير رصاص متزخ المطر، لازم ما يتأذى حدا ما إله علاقة، ما بدنا نحط برقبتنا رواح الناس. ايه يابا، يمكن طلع براسي هيك محل، في واحد من المحلات اللي كنت دور فيه على الكنس. وين هذا؟ شاملة تبه. كيف الأرنب؟ فيها بيوت كتير؟ لك شو عم تحكي انت؟ لك هونيك ما بتلاقي الدومري، إذا أخذنا السيارة وطلعنا فيها لفوق بتشوف بس غبرة من تحت. منيح منيح كتير. ما والله ما بعرف، إذا بدك منروح ومنشوفه. أنت شو رأيك؟ والله إذا أنت موافق أنا موافق. هديك القرنة ما فيهم يعملون فخ يا با، ودخيلك إذا صاروا عملون فخ أنا حافر كام جورة مشان الكنس من الدفن فيهم، وتعبي ما بيكون راح الفاضي. ماشي. إيه وإمتى التنفيذ يا با؟ بالأول منتصل فيهم منقلن على المصاري ومنقلن على شروطنا، منخبرهم بساعة اللقاء قبل ساعة تقريبا مشان نضمن ما يصير تلاعب. هيك تمام، هالمرة ما لازم نترك ولا شغلة مو محسوبة. لسه في شغلة. شو هي؟ يضل المكان سر بيناتنا نحن الثلاثة. أنا بعرف إنكم ما رح تحكوا، بس عم ذكركم لنشوف هالمرة إذا هالكلاب رح يعرفوا القرنة. بدك تغري؟ إذا ما كانوا معلقين فينا شي جهاز تنصر مستحيل يعرفوا المكان هالمرة. إن شاء الله. ماشي فرح، من بكرة الصبح بدك تجيبي لي تليفونات أصحاب الأراضي. الله يخليكي، أوعك تنسي. باخدن من الوسط. معناته أنا رح أمشي، رح أروح لعند نرمين. يلا باي. ماشي روحي، باي. لوين؟ أنا طالع بابا. خليك هون. ما فيني بابا، عندي شغل ولازم روح. أيمن فيك تساوي هالشغل بعدين، في موضوع مهم بدي أحكي معك، فهمت؟ أيمن اسمعني منيح. شو بابا؟ بهالكم يوم يا ابني الجايين لا تطلع وحدك بالشارع، مفهوم؟ شو صار يعني مثلا بده يأكلني الذئب؟ اسمع هلأ مو وقت المزح، عم بحكي جد، انتبه لكلامي يا ابني، بس تطلع خود معك حراس. شو صاير؟ انت عم تحكي جد بابا؟ قلي شوفي. في شي بعرفه لهيك عم بحكي، مو فزلكة، القصة جد كتير. طيب قلي شو صاير؟ تتذكر اللي كان خطيب الميني كورا؟ ايه شو؟ الرجال مات وارتحنا منه. الرجال مات، بس قلي رفقاته ماتوا شي؟ وشو دخلهم؟ رفقاته عم يحاولوا ياخدوله تارو منا، وبالأخص منك انت، صاحبتك رجعت على الحارة وبطنا لحلقة. انت ما بتعرف هدول الناس لما الشغلة بتخص شرفهم بيخربوا الدنيا. والله شو هالحكي يا بابا؟
شرف شو خراب شو هاد؟ بتعرف شو اللي بدهم ياخذوه مني؟ هذا حكي ماله أساس. سكوت، بتنفذ أوامري. حتى بكر ترك شغله وتفضل هالشغلة. مين قلت؟ وشو دخل بكر بحياتي وبقصتي أنا ونرمين؟ أيمن لا تعل قلبي، تعمل يلي قلته. إذا قلت لك لا تطلع بلا حماية بتنفذ، فهمت ولا لا؟ هذا آخر كلام عندي. ألو. أيوة يا أصلع. تفضل، أنا المحامي شوكت ظافر، المستشار القانوني لكروانجي أوغلو. أيوة الأستاذ شوكت، أهلين بالكر. أنا الكوسوفي، معناها أبو صلعة مو جنبك. يلا ما بتفرق، أصلع ولا كر مثل بعضها، اثنيناتكم بتاكلوا من نفس المعلف. اسمعني منيح يا كر شوكت، المرة الماضية عملتوا فخ وغدرتوا فينا، وهلأ لازم تدفعوا. بدي منكم 3 ملايين دولار. أكيد خبركم أبو صلعة. هالمرة بده يوصلون أيمن كروانجي أوغلو. اسمع، أنا فهمان أنت ليش معصب. بالمرة الماضية صارت شغلات غلط ما لازم تصير أبدا. بكر عمل غلطة. شوف حبيبي، المبلغ اللي بدكم إياه بيندفع، بس يعني أنا بشوف إنه بلا ما ندخل أيمن بيك بهيك شغلة منلاقي حدا تاني غيره. اسمعني منيح ولا حيوان، لا تحاول تلعب معي. اللي بقوله بدك تنفسه. المصاري بجيبها أيمن كروانجي أوغلو، وغير هيك ب100 مليون دولار ما راح أقبل. عم تفهم؟ ما بدي عيد، بس أنا بشوف إنه لازم نلاقي حل تاني لهالشغلة. يعني في حل وسط؟ ها خلاص ولا المشكلة ما بيحلها واحد حشرة مثلك. بس انت بس بتنفذ. اسمعني شوي يا استاذ كوزومي لو سمحت. حاجة تعوي واعطيني صاحبك. لا تناقش يا ايمن، بتنفذ وبس. تفضل يا بيك. بعدين يا شوكت، ما بدي احكي اكتر من هيك بهالموضوع، مفهوم؟ ميل يلي قلت لك يا مرة واحدة بدون اعتراض. يا بيك في تليفون ضروري. ما قلت لك بعدين؟ بس يا بيك هذا التليفون اللي أخذته من بكر، بده يحكي معكم. هاتوا. التليفون اللي أخذته من بكر، شو قصده؟ شو اللي عم يصير؟ عم بسمعك كوسوفي. اسمعني منيح يا كروانجي أوغلو، كلابك ما عم يفهموا بالحكي. قلت لحالي بحكي معك أحسن. بدي 3 ملايين دولار وبعطيك الدفتر، والمصاري بجيبهم ابنك. اسمعني منيح كوسوفي، أنا رجل أعمال وبدي أحكي باختصار ووضوح. بدون ما تحكي بعرف منيح شو بتشتغل، وأنا ما اتصلت معك مشان اسمعك. أنت بدك تسمعني، رح قلك باختصار وما رح أرجع عيد الكلام. وابنك بيجيب المصاري، ورح يكون موعدنا بكرة الساعة 12. انا بحكي معك قبل بساعة وبخبرك وين المكان، وبتبعته لوحده. مو معقول هالطلب. انت منتبه لحالك شو عم تحكي؟ كيف بدي اتخلى عن مشاعري كأب وابعت ابني الوحيد على الموت بايدي؟ هذا مو معقول. كروانجي أوغلو اسمع منيح، نحن ما منقتل واحد ما معه سلاح. هاي الشغلة ما منشتغلها، هذا شغلك انت. لا تخلط بيني وبينك. انت كروانجي أوغلو وانا كوسوفي. اليوم بتحضر المصاري وبتستنى مني تليفون مشان التسليم. شو قال لك هذا الواطي؟ ولا شي، خايف على ابنه حنون. يقبرني هو وحنيته. نسي لما فكرناك ميت وكان رح يصيب لك تشمع كبد من الشرب. المهم هلا ايمتى بدنا نطلع على شام لتبه؟ نطلع
بس بدي مر على عم عدنان. نحن قعدنا واتفقنا وما قلنا له شيء. لازم نستشيره. دخيلك استشيره، ما هذا صاحبك العقل المدبر تبعك. حبيب، بتروح على قهوة وبتخبر أبي، بتقول له يستناني ببيتي. ماشي يابا، رح مر وخبره. ايه يا بنتي، ليش ما اخذتي المفتاح معك؟ يلا يلا جاي. مرحبا خالي. نغم فوتي. تفضلي نرمين. عندي طبخة على النار. نرمين فوتي على غرفتي لبين ما غير ثيابي واجي. ايه خالي، أنا ما بعرف شو بدي أقول. يمكن ما بدك تشوفيني أبدا. معك حق، أنا قليلة ذوق بعرف، ما بدي فتح لك جروحك. البقية بحياتك كنت رايدة إجي، ولما سمحت لي نغم إجيت. كنت لازم إجي من قبل بعرف، بس مالي وش. بعرف اني جرحتكن كتير، وهلا ما بدي غير شي واحد وبس. تسامحوني. الله يسامحك. عم عدنان وينه؟ سلامي. أحلى شي بالدنيا يا عمار إن يكون الإنسان مع اللي بيحبهم، ولا هلأ مع كل اللي بيحبهم. ما بعرف شو صلك ساكت شهور وايام، ليش ما بتحكي لي؟ هدول مرتك وابنك.
قتلوهم ما هيك؟ طيب مين اللي قتلون وليش؟ ليش قتلوا لك مرتك وابنك؟ شو كانوا بدهم منك؟ قلت لك يا عمار أكلنا حرام سنة ودفعت الثمن 30 سنة. كنت بمكافحة التهريب. الكلاب نفسهم هن اللي قتلوهم. بيجي يوم يعني انت اخذت رشوة من كروانجي وغلو؟ والله ما عاد صدقت شيء. بس واحد مثلك معقول ياخذ رشوة؟ هاي ما عم تفوت بمخي. ايه يا ابني، الشيطان الشيطان احيانا بياخذ عقل الانسان، بيخليه يمشي مثل ما بده. طبعا بهذاك الوقت انا كنت جاهل، كنت باول شبابي، ما بعرف اذا فيك تقول عني طايش او كنت لساتني خام. وقتها كنت بحاجة مصاري، كنا غراني بديون، والولد انقبل بمدرسة الشرطة بإزمير، ما كان في مصاري بنوب، كان الراتب يكفينا بالزور. تعرف عشت موظف. المهم يا ابني، بلا طول السيرة، لقيت هالدرب، فجأة اندفعت ديوني وصار معي كومة مصاري. لقيت حالي غرقان بالحرام بدل ما اكون غرقان بالدين. كانت كل لقمة بتاكلها عيلتي هي حرام. بالرشاوي الجاي من صفا بعدين ما عادت تنبلع معي لقمة الحرام. وبيوم من الايام قلت له بيكفي. وطبعا هن فهموا اني رح خرب له شغله ويتغدوا فيني. في سؤال رح يفتح لك جروحاتك، فيني اساله؟ سأل يا ابني. شو صار؟ يعني مرتك وابنك الست جنان وجميل؟ صار ماري على هالشغله 15 سنه بالضبط، وكان عيد ميلاد جميل 15. نحن بالعادة ما كنا نحتفل بأعياد الميلاد، بس قلنا بلا ما تبقى غصة بحلو. برافو. شكرا. إن شاء الله العمر كله. ابني البطل. إن شاء الله بشوفك عريس. الله يعطيك طولة العمر يا حبيبي. وأنت كمان بطل. شنو الأرض؟ لا تخاف، اهدوا، ضلوا محلكم، لا تحركوا، ما راح يصير شيء. Thank you.
هاي قصتي، خليتني اتذكر. لا تاخذني. كيف تحملت كل هالمصايب؟ والله شغلي بتجنن. وانت كيف تركتني نفدو؟ الله لا يدوي اللي شفته لحدا. الانسان اكبر الم ممكن يمر عليه هو الم خسارة الولد. شغلي ما بتنحمل. ما انا هذا اللي عم اقوله. كيف قدرت تتحمل كل هالقد؟ كيف مرقت كل هالسنين وما اخذت بتارك؟ ما كانت هينه طبعا. اليوم كان بسني تعذبت، حسيت روحي رح تطلع. كنت ناوي اخذ بتاري منه، كنت بدي دوق صفى نفس الالم. بهذاك الوقت كان عنده ولد بنفس عمر جميل، ايمن، وبنت اصغر منه. حكيت كتير يا ابني، بعدين بحكي لك الباقي. ادخل. ايمن بيك. اوه اهلا وسهلا ايمن بيك. لا اهلا ولا سهلا. يا ترى شو الموضوع يا ايمن بيك؟ انت اللي بدك تقلي. انا يا معلم؟ طلع فيني بكر، اذا في مشكله بتخصني بتجي لعندي انا وبتحكي معي انا، ما بتدخل ابي بمشاكلي. ما فهمت يا سيدي. مثل شو؟ انت فهمان علي شو عم احكي. احكي لي لشوف شو هاي المشكلة الخطيرة اللي بتخص نرمين؟ فهمت يا بيك. ما في شي مهم اطلاقا. موضوع الاهمية اتركه الي وانا بحدده. عم تفهم بكر؟ المشكلة هي خطيب الست نرمين، خطيبها القديم وصحابه. ايه لا تلف وتدور بكر، حكي دغري. في كم صايع من رفقاته لازمون ترباية. انت لا تتعب راسك على الفاضي، نحن حكينا مع صفا بيك وهو بيحلها. شو عم تقول انت؟ اذا في مشكلة فيها اسم نرمين بتكون مشكلتي انا، مو مشكلة صفا بيك. فهمان يا بكر؟ هات لشوف، قلي مين هدول وشو علاقتهم بنرمين؟ مثل ما قلت لك، هدول شلة من رفقات خطيب نرمين يلي مات. لقيت صورة نرمين بالسيارة اللي كانت معهم، وعلى أساس كانوا عم بيخططوا إنهم ينتقموا له. أنا اليوم سمعت هيك حكي بس ما فهمت كتير. إيه انتقام مشان شو؟ مات الزلمة، نحن شو دخلنا؟ شغلة صياعة يا بيك. طيب فرضا إنهم بدهم ينتقموا، صورة نرمين شو كانت عم تساوي بسيارة واحد منهم؟ شو علاقة الانتقام بالصورة؟ لهلأ ما منعرف، يمكن هالصورة كانت مع الزلمة اللي مات وأخذ واحد منه، وأنا رح أعرف. وشو عم تستنى؟ يلا لشوف ومتحرك. بس يا معلم، صفا بيك أمرني إنه ما أتدخل أبداً بهذا الموضوع بالفترة الجاية. قلت لك 100 مرة إذا كانت المشكلة بتخص نرمين فهي مشكلتي أنا يا بكر، وصفا بيك ما بيقدر يعطي أمر بهذا الموضوع، فهمان؟ بس مشان صفا بيك لازم تلاقي هاي الشلة وتجيب لي اياهم لهون فورا، مفهوم؟ بدي اعرف مين هذا اللي كانت معه صورة نرمين بالسيارة وليش. طيب وصفا بيك؟ انسالي صفا بيك بكر، ما رح يعرف بالموضوع، انا اللي عم اعطيك الامر، هاي مشكلتي انا. يلا اتحرك بسرعة وجيب لي خبر فورا. ناطرك. صفا بيك؟ ايه معلم. قبل شوي كان ايمن بيك هون يا معلم، كان عم بيقول اذا كانت المشكلة بتخص نرمين خانوم فهي مشكلتي انا كمان، مفهوم؟ امرني اني روح وجيب زلمة الكوسوفي، نسيت اسمه هلأ بس بقدر اتذكره من الشوارب. انا بامرك معلم. مثل ما بدك.
بدر سلو حضروا لي حالكم في عنا جنازة. أهلا فيك يا بي. أهلي. تفضل يا بي. من كتر الشغل ما قدرت أفرش البيت، لا تأخذني. على شو؟ حسن وشكري مروا على القهوة. قال حسن عمار رايد يشوفك. تركت القهوة لشكري وجيت. والله أنا خجلان منك، يعني كان لازم أنا أروح لعندك مو أنت تجي. بس بتعرف الوضع. ولا يهمك. بكفي إنك تكون سليم معافى. بمشي على إيدي ورجلي لشوفك. أنت منيح؟ شو الأخبار؟ هي منيح الحمد لله. كيف العيلة؟ طمني عنهم. هني كمان مناح، بس لو يعرفوا الجماعة إنك طيب ويرتاحوا مثل ما ارتحت. هذا اللي شاغل بالي، لأيمتى رح ضل هيك؟ ما عم بقدر أتحمل، اشتقت لهم كتير. يعني لأيمتى رح ضل مخبي عنهم؟ ما بعرف، أنا كمان متلبك. أنت أدرى بالوضع، قرار إلك. شو ما بدك بنعمل. أنا برأيي هيك صار كتير، لازم نقلهم اليوم قبل بكرة، بعدين بلا ما نزعل أمي أكتر. يكون منيح. ايه بابا، في براسي شغلة تانية وبدي اسألك عنها كمان. شو هي؟ بابا انا ميت مثل ما بتعرف، يعني الكلاب هيك بيعرفوا، ولازم يضلوا مفكرين هيك، لانه انا ميت بقدر هاجمهم بدون ما يعرفوا مين انا. يعني لازم ضل مخبي وشي مشان ما حدا يشوفني ويروح يقلهم اني لساتني عايش. وبتعرف يعني يمكن يأذوكم، وانت هنيك وحسن وشكري وامي والعيلة، وما بدي حدا يتأذى مشاني. يجوا يا ابني، ساعتها بيشوفوا شي ما بيعجبهم. والله بعرف يا ابي بعرف. بدك تحكي لي، ما انا دايما بشوفك بالقهوة بتحط الادمي على راسك، والازعل بتعرف تلاقي له عصاي. جاهزة والله. بس كمان يا ابي ما في داعي نجيب الدب لكرمنا. انا بشوف يعني يا ريت لو تنتقلوا على شي حارة تانية وتلاقوا لكم بيت هيك هادي يعجبكم، ململم في جنينة صغيرة، وانت اصلا بتحب الارض. شو رأيك؟ لا يا ابني، مثل ما قلت لي انا بحب الارض. انا اصلي مشرش بالحارة، مستحيل ما بطلع من الحارة حتى موت. ماشي الحال، خلص اعمل اللي بتشوفه، واذا حدا فكر يقرب ناحكم راح نطالعه على المقبرة بإذن الله. خلينا هلا نروح نشوف ام القلب الطيب، وشوف نغم وعمار الصغير. والله اشتقت لهم من قلبي. ذكرت عمار الصغير، يا ريتك تعرف شو عمل. هات لنشوف بقى شو عمل. هو ترك البيت لانه نرمين رجعت، رفض يضل معه ببيت واحد، اجى نام عنا ليله امبارح. رجعت على البيت. نرمين حياتي، معقولة هلأ ما حضرتي حالك؟ ومشان شو حضر حالي؟ ما قلت لك إنه بدي مر عليك المسا وآخدك. تعرفي قديش بقيان للعرس؟ شهر بس، يعني قدامنا شغل كتير لازم نعمله، وفي عنا تحضيرات كتير. أنا تعبانة. يلا حبيبتي، يلا البسي، يلا لبين ما تلبسي رح فوت سلم على أهلك. يلا بسرعة، يلا يلا. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. ألف صحة، لا تزعجوا حالكم، خليكن قاعدين. شو جاي تعمل هون؟ شوفوا حتى صار مايته ما شلحها. يلا اطلع لبرا، قليل الادب. يلا سعيد. اهلا وسهلا، الله يخليك، لا تاخذه، تفضل. شكرا كثير، انا شبعان.
بترجاكم ما تأخذوني مشان كندرتي، يعني ما انتبهت، كان لازم اشلحها. لا لا خليك لابسها. لا لا يا ابني ما في مشكلة، ما في مشكلة، تفضل. طيب ماشي، شكرا كتير. أنا من بعد إذنكم جيت لأخذ نرمين، يمكن عندكم خبر بهالشي. العرس بعد شهر، استأجرت صالة حلوة كتير مشان العرس، تعرفوا يعني هيك مناسبة قديش بدها تحضيرات. يعني تحدد اليوم؟ أنت متأكد؟ طبعا متأكد يا خانو 100%. معقولة يعني امزح بهيك قصة؟ وأنا شو عرفني؟ أنا بدي أشوف أحفادي قبل ما أموت. إيه إن شاء الله يا نرمين. نرمين؟ لهلا ما غيرتي ثيابك؟ يلا حضري حالك بسرعة. أيمن أنا تعبت من هالحكي، ما عم بقدر صدقك، بكفي. شوفي حبيبتي، هاي المرة عن جد غير، عن جد صدقيني، هلا في حياة جديدة قدامنا، أنا وأنتي رح نتجوز، ومو بس إذا عارضوا أمي وأبي، إذا الدنيا كلها توقفت بوشي هاي المرة رح نتجوز. نرمين انسي الهم، لا تطلعي هيك، بكفي لحقك لهون يا أمي، وبعدين حجز محل العرس. يلا لازم تعطيه فرصة تانية، لا تعندي كل هالقد. نرمين أنا بوعدك حبيبتي، ما بقى حدا يزعجك أبدا، الأيام البشعة راحت، كل شي رح يصير أحسن. يلا لشوف بيستقبل ضيوف أبو البطولات القومية. خير اللهم اجعله خير. مين فيكم جاي لعندي بهالوقت؟ في غيره عمار أفندي؟ جايبا يلا، والله يمكن جاي نام عندي، هذا خطيته شلون بده يندفس على الارض بهالسم الموت. لا لك شو بدكن؟ ها هدوا شوي، رو شو بكون؟ اجينا لنسليك شوي، بلكي بتنسى فراق صاحبك الخل الوفي. كيفك يا ابو البطولات القومية؟ لا سبع جيوش ما قدرت تتعلم علي، معقولة ثلاث كلاب مثلكم يطلع بإيدهم؟ حيوان. خاطركم. مع السلامة. مع السلامة. تفضل. Sevda değil biraz.
نرمين عمار عمار Ol tabi